مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في لايف جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين. العيد خلاص على الابواب ورمضان بيودع، يعني مشي بسرعه. النهارده ان شاء الله نصور لكم بقى في محل حلواني من افضل محلات الحلوانيه هنا في السويس. هنختاره من ضمن التوب 5، هنختار السنه دي افضل 5 حلوانيه خاص بحلويات العيد. ان شاء الله هنختار ما بينهم، او انتوا بقى اللي هتختاروا، هنسيب الحكم ليكم. هنشوف مع بعض بقى حلويات العيد وكحك العيد السنه دي والاسعار كمان. احنا تحديدا هنا في 5 ستار، الفرع الثاني ليه في السلام. طبعا 5 ستار اسم يعني غني عن التعريف، ما شاء الله محافظ على اسمه بقاله سنين، وهو فعلا 5 ستار وحاجته جودتها جميله جدا، اكيد انتوا جربتوه. تعالوا مع بعض بقى نشوف الحلويات السنه دي بتاعت العيد والاسعار كمان. ان شاء الله يبقى لايف مفيد جدا بالنسبه لكم. بس عايزه بقى تفاعل على اللايف وكمان مشاركات كتير جدا جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين، واكتبوا لنا في التعليقات بقى جربت حق 5 ستار قبل كده ولا لا، سواء في الحلويات او الجاتوهات او الحاجات بتاعت العيد. ويلا بينا نبدا مع بعض اللايف، نصور لكم كده شغل العيد السنه دي بتاعهم. حلواني 5 ستار دايما مميز بالتشكيله الكبيره بتاعته من حلويات العيد والسبليهات، زي ما احنا شايفين كده بيبقى عنده مجموعه كبيره جدا من السبليهات والبيتي فور بجميع اشكاله بقى، تشكيله كبيره جدا جدا. ومعانا دلوقتي بقى استاذة عزة. مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذة عزة؟ كل سنة وحضراتك طيبين. ما شاء الله حلواني 5 ستار، يعني اسم يعني صراحة غني عن التعريف في السويس، محافظ دايما على الجودة صراحة، وما شاء الله يعني دايما في تطور يعني الحمد لله. بالنسبة للأسعار السنة دي بقى، الناس كلها عايزة تعرف أسعار الكحك السنة دي. هي نفس أسعار السنة اللي فاتت واللي قبليها، يعني ما غيرناش الأسعار خالص، يعني نفس الخامات كمان، خامات مع ارتفاع الاسعار عامه ما فيش اي حاجه، ونفس المكسرات بتاعتنا هي هي. طب والجوده؟ هي هي واحلى كمان، يعني لو جربتي دلوقتي معايا عايزه اي حاجه قلت السنه اللي فاتت. طبعا كل سنه كل سنه الاسعار زي السنه اللي فاتت، وهنعرفها مع بعض بالتفصيل اسعار كل حاجه. هي هي والله، حد قال لواحد كده مش هيسافر، والله ما غيرنا اي حاجه، كل ناس زودت. احنا عامه الناس يعني الفيديو موجود السنه اللي فاتت، والناس هتحكم يعني وتقارن اسعار السنه دي بالسنه اللي فاتت. البيتي فور اهو معانا، الاسعار هي نفسها فعلا لسه باصه عليها دلوقتي. نفس ال 130 و 150 ما شاء الله. اهم حاجه الجوده بقى، احنا ثابتين يعني، اهم حاجه الجوده بقى، معروفه 5 ستار محدش يقل وراها بصراحه. 5 ستار وهم حاجتهم 5 ستار حقيقه، يعني انتم من افضل الحلوانيه اللي موجوده في السويس ومحافظه على الاسم يعني. ربنا يخليك يا رب. نشوف حضرتك ده الفول، احنا جايين ناخد بس من الزقازيق. والله صدفه اهو، شفتي؟ ما عندكوش حلويات الزقازيق؟ عندنا كتير بس احنا بنحب 5 ستار، واحنا بنحبكم والله، احنا بنحبكم قوي. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب عيد سعيد يا رب. انا التعرف جميل جدا طبعا، نفس الطعم يعني. لا ما شاء الله حاجه جميله، لا طبعا. والتشكيله كمان كبيره، انتم متميزين صراحه بتشكيله السابليه كبيره، جميل بالذات السابليه. بننوع فيها، بنحب يعني الناس كل واحد وذوقه، عارفه في بيحب الوايت شوكليت، في بيحب الدارك شوكليت، في بيحب طبعا الجناش ده، طبعا ده بتاع كوبايه الفارس ده معروف جدا، ده في لابس كتير قوي بتسال عليه فعلا، ده لازم يكون اساسي كل سنه مع الحاجات العيد. هو ده. هنبدا بالكحك بقى، نعرف على اسعاره. احنا عندنا 3 انواع كحك السنه دي ان شاء الله، كحك ساده وكحك ملبل وكحك عين الجمل، نفس الاسعار السنه اللي فاتت. الكحك الساده والكحك الملبل ب 130، تمام، زي السنه اللي فاتت زي بعض. ملبل و 130، العين الجمل ب 150،
خليك عارفه العيدار بقى كام دلوقتي عشان المكسرات اللي فيه. بس احنا ولا مالناش دعوه الكلام ده طبعا. السمنه بلدي طبعا سمنه بلدي خالص، احنا عمرنا ما عملنا مخلطين ولا بسكوت ولا الكلام ده خالص، ولا بنحط مثلا السوداني والحاجات دي خالص. وده شكل العلبه، نشوفها برده نصورها. العلبه دي تقريبا وزنها كام لو حد حابب يعرف؟ حوالي من كيلو ونص ل 2 كيلو. من كيلو ونص ل 2 كيلو فيها التشكيله اللي انتوا عايزينها تقريبا، يعني تشكيله كبيره اهي من الكحك، ممكن نوعين كحك. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده الغريبه والبسكوت، ولسه في انواع ثانيه من البسكوت طبعا. بص هو زي الزبون ما عايز، يعني هو الزبون بيقول مثلا عايز تشكيله، عايز صبلات، عايز بتبرات بس، ممكن عايز زودي بسكوت، حط لي صفين زي ما هو عايز. ما شاء الله تمام. نيجي هنا بقى الغريبه باللوز كبيره ما شاء الله. ما شاء الله. احنا الاول عايزين نفتح كحكايه كده نوري للناس نعمه ولا ايه. بس نفس الناس لو تشم معانا كمان ريحه، ريحه فظيعه، ريحه حلويات العيد دي. لا بصراحه بتبقى يعني مميزه جدا. ناخد واحده كده. شايفين الكحكايه قد ايه؟ قد يعني هي مره على بق واحد. يعني انا مش عارفه افتحها اصلا، هي تبص عملت ازاي تتفتح. وعين الجمل جدا، عين الجمل جوه، وده عين الجمل ما شاء الله. حجمها كمان حجم الكحكايه هو على بق واحد. يعني افتح لك واحده ثانيه. بص بسكوت ده، ما احنا برضه مشهورين بيه جدا زي الخبيب جانيش كده. ده بسكوت البرتقال بيبقى هش قوي، يعني طعمه بصراحه انا مش عارفه وريحته. شمي يعني ايه اللي مختلف عن ايه من انواع البسكوت الثانيه؟ هش هش قوي، وطعم البرتقال فيه يعني الفليفر بتاعه عالي وحلو قوي بصراحه. مظبوط. ده نوع طعم باين فيه جدا. ده نوع بسكوت يعني ان شاء الله بينزل بكره. النشادر وبالشوكولاته ان شاء الله. كده معناتها انواع بسكوت برضه نفس السعر كلهم 130. النهارده النوع ده بس هو اللي موجود، من بكره ان شاء الله هينزل اللي بالنشادر وكمان اللي هو بالشوكولاته عشان بينوعوا. احنا كده في حلويات العيد. طيب يعني هي مش بتنزل، هي موجوده في الافران بقى وكده في السنه، بس بيعملوها مجديد. احنا بسمنه بلدي برضه، يعني ناس تحب تشرب مغات ما تشربوش مغات. دي اسمها قرصه بالمغات، قرصه محوده، قرصه محوده بالسمنه البلدي. بالسمنه البلدي فيها تحويجه، التحويجه بتاعتها دي اللي بتدخل في المغات بقى وحاجات دي، يعني الفليفر بتاعها فاهمه. بكامل كيلو؟ ده كيلو منه ب70. ب70 ب70 تمام. برازق بالسلسم وفيها مكسرات اهي مخدومه يعني. ما شاء الله جدا. هتدوقي؟ انا عماله ادوق. هتدوق؟ ادوق القرصه المحوجه. ده شكلها اهو طعمها جميل. اي خبيز طعمها جميل فعلا. يعني انا اصلا بحب المغايد فطعمها حلو جدا بالنسبه لي. يعني حلو قوي. دي برضو البرازق، وبرضو بتكون معاكم موجوده كل سنه مع شغل العيد. برضو انا كل ده شغل العيد، الحاجات اللي قدامنا دي كلها بتاكل في العيد بس ساعات بنكمل. لا مش في العيد بس، المكسرات كلها طول السنه، والكحك والقريبه انا بقول طول السنه عندنا كل السنه. بس ما شاء الله التشكيله بتبقى اكبر طبعا عشان السحب اكتر في العيد. بكامل البرازق؟ البرازق ب80. بالسمسم برضه بيبقى فيها فستق، بص مكسر صغير ده رفع اجيبوه. لا اهو بص لونه اخضر اهو. بسمسم جميل ما شاء الله. ده معمول بس الشكل مختلف عن السنه اللي فاتت. في بتاع السنه ده معمول وبرده بيبقى حلو جدا عندهم. وده ساده، ده ساده، وده عليه كده زي جوز هند وحاجه شوكولاته على خفيف كده. كامل كيلو؟ الكيلو بتاعه ب100. المعمول ب100 برضه زي الفلفل. اساسي معاك؟ اساسي برضه، وطعمه تحفه. انا شخصيا لا هو تحفه بصراحه. يعني بصي هي كوبايه شاي كده وطبق كده شاي بلبن بقى في العيد مع الحاجات دي، يعني احلى شغل يعني ما شاء الله. جميل 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 بجد، فعلا حلو جدا، خفيف جدا وطعمه حلو قوي. سعره كام؟ ال 100 بتانيه 70. 70 ده ايه بقى؟ بصي ده نوع جديد عاملينه من انواع البسكوتات، هو مقرمش كده من جوه وهش وحط عليه شوكولاته. يعني ده مش بيتي فور؟ لا ده مش بيتي فور، ده يعني حاجه جديده احنا كده عاملينها طعمها. انا يعني انا تخيلت ان هو بيتي فور بس يعني مغموس بالشوكولات يعني من بره. حاجه ثانيه بس هو مش ده، انا عارفه قصدك عليه. ايه بقى كده قولي رايك فيه ايه؟ خلي بالك
هش جدا برضه. هش جدا طعمه جميل. هو بسكوت لا مش بتيفور، انا كنت فاكراه بتيفور. لا ده بسكوت متغطي كده بالشوكولاته، حلو جدا. في طبعا وايت شوكليت حتى كمان يبقى محطوط متقدم وشكله يبقى حلو قوي. ده سعره كام؟ 100. ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت. حلو جدا. ده بتيفور اللي هو الكلاسيكي بتاع بتاعنا اللي هو اللي بيتغذى من نص المربى العادي بتاعنا. وده سعره كام؟ 150 جنيه. طبعا هو بليك جنيه. ده انتم متميزين بيه جدا. ده هو ده بصي ده علامه مميزه بعين الجمل. بنعمله بعين الجمل وبنعمل كمان ساعات بالفندق او بالفندق. يعني بقينا بقى ايه نغير عين الجمل. في حد ما بيحبش عين الجمل؟ صح. وساعات لما حد مثلا يقول لك ما بحبش المكسرات، عندي حساسيه من المكسرات، ممكن نعمل بقى كميه برده حلوه كده من غير اي مكسرات، من غير جنيش كده بس. بس كده علشان لو حد مش حابب المكسرات. ما انا حساسيه ساعات. جميل. وسعره كام؟ 150 برده. ده سابليه؟ ده سابليه وايت شوكليت. ومحشي مربى تقريبا. محشي مربى وعليه مكسرات من بره. مكسرات نعم. سعره كام؟ 150. اي نوع سابليه ب 150؟ 150. والبيتفور زيه؟ البيتفور الشوكليت برده 150. اي بس سابليه بيتفور وغريبه 150. والكحك ب الكحك العين الجمل اللي هو المحشي مكسرات 150. ده برضه شكل تاني من اشكال السابليه برضه اللون. لا ما شاء الله انتوا بتعملوا اشكال كتير قوي من السابليه الحقيقه يعني. وده برضه اللوز برضه بس شوكليت. في ناس بتحب بقى شوكليت، ناس بتحب الوايت. عارفه الاسعار زي السنه اللي فاتت يا استاذ رأفت؟ نفس اسعار السنه اللي فاتت، ما غلوش خالص يعني في ظل غلاء الاسعار في كل حاجه. انما الحاجات بتاعتهم نفس الاسعار والحقيقه نفس الجوده، وتقدروا تيجوا وتشوفوا المكان وتذوقوا كمان. استاذه شروق بتقول لك الاسعار حلوه ما شاء الله، فعلا اسعارهم حلوه والجوده اهم كمان من السعر يعني. وعايزه بس اقول حاجه بس اللي فيها في تسال انتوا يعني طاعي مثلا الملاح عشان هو فاتح بقاله 4 سنين او حاجه. الملاح انتوا نفس الشغل عندكم هو نفس اللي في السويس او كده؟ ايوه احنا كلنا حاجتنا كلها شغل واحد من مصنع واحد، يعني 5 ستارز 3 فروع، كل شغلنا بيجي من مصنع واحد. فنفس هو الشغل نفس الجوده ونفس السعر ونفس التشكيله كمان. يعني بطول بس بطمن الناس ان هو يعني شغل واحد من مكان واحد. احنا حضرتك ممكن تقولي للمتابعين العنوان هنا بالتحديد فين؟ في السلام. هنا في السلام واحد شارع عثمان، اول خش على ديك اليمين كده بعد اسواق بقى. وفي طبعا الفرع اللي في الملاحه. في الملاحه شارع المدينه الرياضيه. المدينه الرياضيه في وش كافيه جمال البولند. وطبعا الفرع الاساسي ده هو السويس. بس ممكن يكون هناك الضغط مثلا اعلى فالناس توزع بعضها. السلام هاديه شويه برده الملاحه. طالما هي كده كده نفس كل حاجه. نفس كل حاجه ونفس الاسعار ونفس كل حاجه. يعني ممكن الضغط هناك اكتر يعني، لان طبعا ده الفرع الاساسي وال ممكن دليفري. يعني ممكن يكلمونا مثلا في التليفون. في خدمه دليفري؟ والله؟ طبعا اي حاجه. العلب بقى عايزين نشوف احجام العلب. احنا شفنا مع بعض الحجم ده اللي هو من كيلو ونص حضرتك قلت لنا ل 2 كيلو. في احجام تانية من العلب لو حد عايز يجيبها. اقول لك على حاجه بس، في بقى عندنا حاجه كيلو مشكل، لو عايزه كيلو مشكل من كل الكلام ده ب 140 جنيه. يعني كل الكلام ده والله حلو جدا. كل حاجه 140 جنيه. 140 جنيه. وفي سابليه اللي هو اصلا اغلى وفي كل حاجه. جميل والله. بسكوت وغريبه تحت ساده وملبن ومكسرات على جمل. في منين؟ في برازت. اهو دي تقريبا تشكيله كبيره اهي من في سابليه شغل العيد. وفي بيتفور. يبقى تشكيله من كل حاجه عندنا في المحل. والشغل بتاع العيد ده كله بتاعه 140 جنيه. طبعا مش هقول لهم العيد كده قدامي كده. او حد عايز ياخدها لحد برضه. طبعا حلوه قوي. حلو جدا. الكيلو ب 140 جنيه كيلو مشكل من شغلهم بتاع العيد السنه دي. حتى ما انتوا عايزين بقى كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو زي ما انتوا عايزين. تمام. انا بشكر حضرتك جدا استاذه عزه. أمرك. وكل سنه وحضرتك طيبه ودايما يا رب كده في تقدم يعني كل سنه ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليكي. طيب وحضرتك طيبه. هنصور لكم قبل ما نقفل اللايف تاني التشكيله.
لايف جديد ومكان جديد، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات عايزين المكان الجاي هيكون عند حلواني ايه، او انتوا تتوقعوا ان احنا هنصور فين. احنا هنختار توب 5 السنه دي من افضل انواع الكحك السنه دي ان شاء الله، من افضل الحلوانيه هنختاره لكم، وكمان هنعرف مع بعض الاسعار، وانتوا بقى ليكم الحكم ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.